جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أصلي والحمد لله، وأحيانا أوتر بإحدى عشرة ركعة، فهل أصلي ركعتي الشفع قبل أن أصلي العشر ركعات ثم ركعتي الشفع ثم أوتر؟ وهل إذا استيقظت من النوم من آخر الليل هل يجوز أو يجب علي أن أصلي بعد أن أوتر؟ وكيف تكون الصلاة؟ هل أصلي صلاة زوجية أو فردية؟ وضحوا لي جزاكم الله عنا ألف خير. صلي صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلمي من كل ركعتين ثم توتري بواحدة، بركعة واحدة. فإذا كنت تصلين 11 فصلي 5 تسليمات ثم أوتري بواحدة، وإن كنت تصلي 13 ركعة فصلي 12 ركعة ب6 تسليمات ثم أوتري بواحدة، وإن كنت تصلين 3 تسليمات فصلي ركعتين بتسليمة ثم أوتري بواحدة. فالوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. وإذا أوترت ثم صار عندك نشاط بعد ذلك وأردت أن تصلي فصلي، لا حرج عليك أن تصلي بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الوتر. نعم.